الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أينما تكون وفي أي مقام أو منصب ومع من تكون، فأنت تبقى عبدا لربك وليس لغيره. سواء كنت محكوما أو كنت حاكما، فقيرا أم غنيا، سواء كنت وحدك أم كان حولك الكثير من الناس، فأنت عبد لله وحده. العبودية لله تأتي قبل المقام وقبل الوظيفة وقبل المال وقبل العائلة وقبل العشيرة. فلا يطاع أحد على حساب طاعة الله، ولا يجوز لأحد أن يبطره مقامه وأن يغتر بمنصبه أو أن تدفعه أمواله إلى أن يعبدها بدل أن يعبد ربه. ثم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو دار الأمر بين أن تعبد الحاكم أو تعبد الله، فاضرب بالحاكم عرض الحائط، اعبد ربك. لو أمرك مخلوق ما، سواء كان من أقرب الناس إليك أو كان عدوك، أمرك بمعصية الله فلا طاعة له. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. حتى الوالد لو أمرك بالمعصية فلا تطعه. يقول الإمام علي سلام الله عليه: ذو الشرف لا تبطره منزلة نالها وإن عظمت، كالجبل الذي لا تزعزعه الريح. الشريف النبيل اللي يحترم نفسه، المنزلة والمقام والمنصب، هذا ما يسوي بطران ومغرور مهما كانت منزلته عظيمة، مثل الجبل اللي الرياح متزعزعة. هذا ما كان عليه أحد المسلمين، فقد كان أبو منصور وزيرا للسلطان طغرل، وكان رجلا صالحا. هذا أبو منصور كان رجل صالح بس وزير عند السلطان، وكان قوي النفس، وكان ملتزما بواجباته، وكان من عادته أن يجلس بعد أداء صلاة الصبح في سجادة صلاته يذكر الله تعالى إلى بعد طلوع الشمس. هي عادته. كثير من الصالحين ينامون في الليل، يجلسون قبل طلوع الفجر، يعبدون الله عز وجل ويذكرونه، ثم يصلون صلاة الفجر، ثم يبقون في سجادة الصلاة إلى حين طلوع الشمس، بعدين يروح على شغل. يوم من الأيام هذا الوزير أبو منصور جاءه من يطلبه على عجل، لأن السلطان يريد لقائه. لكن الشخص استمر في أذكاره وعلى سجادة صلاته وما استجاب له. دعا السلطان وقال لرسوله: راح أجي بعد إتمام أذكاري إن شاء الله، يوم اللي أخلص جاي منك، لكن مو قبل ذلك. كان عنده منافسين حول السلطان، استغلوا هذه القضية للوقيعة عند السلطان، وقالوا للسلطان: هذا وزيرك لا يعير أوامرك اهتماما، شوف أنت تطلبه ويأخر المجيء لك، وهذه كبيرة عند السلاطين خاصة المتكبرين منهم. لما دخل أبو منصور على السلطان
بعد أن تأخر عنه. بدره السلطان قائلا: لماذا تأخرت؟ قال أبو منصور: إنني عبد الله أولا ثم خادم السلطان بعد ذلك، وإذا لم أتفرغ من أداء واجبات العبودية لربي لن أنشغل بأداء واجبات الخدمة للسلطان. طبعا أمام هذا المنطق لم يكن للسلطان بد من أن يخضع لمنطقه، بل وازداد احترامه له. لماذا؟ لأن من يعبد الله يحترمه الناس. شخص اللي يعبد ربه ويكون متدين الناس يتقون به، لأن تدينه يمنع من الظلم، يمنع من العدوان، يمنع من السرقة. شخص ملتزم. أنت أولا عبد الله، بعد ذلك أنت وزير، أنت أمير، أنت رئيس، أنت موظف، أنت زوج، أنت أبو، أنت ابن. لا يطاع الله من حيث يعصى. إذا طلب منك أحد أن تعصي ربك فلا تقبل هذا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سلطان كان، هذا مثال السلطان ضربنا، سلطان كان أو صديق كان أو أي شخص. تجد أحيانا بعض الناس يخضعون لأوامر زوجاتهم ويعصون الله ما أمرهم، أو بالعكس الزوجة تطيع زوجها في الحرام، أو المرؤوس يطيع الرئيس في الحرام. لا، خليك ملتزم بأوامر الله، لأنك في الدرجة الأولى عبد الله، وهو الذي يرزقك، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يبعثك غدا. لا تنسى أنك أولا وأخيرا عبد الله، ثم موظف عند الآخرين. فإذا تناقض أوامر الله، تناقضت مع مصالحك أو أوامر الآخرين لك، فقدم أوامر الله على تلك. واعلم أن هذه حالات استثنائية، أحيانا رب العالمين يمتحننا بأن يجعل تناقض ما بين مصالحنا وأوامره، أحيانا مو دائما. لكن إذا تعرضت لمثل هذا الامتحان لا تنسى أنك عبد الله، والتزم بأوامر العبودية له ومتطلبات ذلك ولا تخالف. والسلام عليكم.